كرة تعود الآن، محاولة من زواني، لعب له كرة طويلة لكن تتخلص، عادت مرة أخرى خطيرة لمندي، أنت لعب له كرة ممتازة. يا سلام يا سلام على الفريق الجنوب أفريقي الممتع، السامبا البرازيلي هكذا يطلق عليه. الفريق البرازيلي يسجل أولا ويتقدم بأول الأهداف عن طريق تشيلي أليندي. أليندي يسجل لمصلحة سان داونز بعدما قدم أداء سيء في شوط المباراة الأول، لكن في شوط المباراة الثاني دس آخر ما بين الشوطين. تعليمات المدرب الشاب مكواني في غرفة الملابس، تغير الشكل، تغيرت الصورة، تغير الأداء. هذه التمريرة من مانديتا، لعب له كرة لأليندي وأليندي وضعها في الشباك، سجل الهدف الأول لمصلحة الفريق الجنوب أفريقي سان داونز. سان داونز يتقدم بأول الأهداف. مانديتا تمريرة رائعة من الأرجنتيني والأروع من التشيلي، هدف جنوب أفريقيا وعفوا جنوب أمريكي في الملاعب الأفريقية. 1-0 لمصلحة فريق سان داونز، 1-0. مانديتا تمرير لمسة أمامية، محاولة تمريرة، الثاني قد يأتي، الثاني قد يأتي، الثاني يأتي، الثاني يأتي، وسان داونز يسجل الثاني. سان داونز الضيف الثقيل، الضيف الثقيل بأول لمسة للبديل يسجل الهدف الثاني. ومكواني سعيد من المصدر، لكن شوف المهارة في المرور في المراوغة، وبعد ذلك كانت النهاية الجميلة. سيرينو البديلين، البديلين لعب جاسن سيرينو، لعب له كرة رائعة في اللقطة الماضية، انفراد كامل لمصلحة نادي سان داونز.